مرحبا، كيفكم يا حلوين؟ أنا كثير اشتقت لكم، إن شاء الله فترة قليلة ونرجع نشوف بعض على خير يا رب. أنا وياكم اليوم رح نتذكر الأعداد اللي تعلمناها في الأيام السابقة. قطار الأعداد اليوم جاي يزورنا وحامل معه العدد الأول 0 و 1. كرروا معي 2، ثم يأتي العدد 3، أحسنتم، 4، 5، 6، 7، 8، 9، ثم يأتي 10، ثم يأتي العدد 11، 12، 13، 14، ثم 15، ثم 16، ثم 17، 18، 19. رح أخلي آخر عربة مفاجأة، اللي رح يكون هو عددنا الجديد. أنا وياكم هلأ رح نحط الألوان الحلوة هاي داخل الحقيبة، بس رح تعدوا معي. بدي أسمع صوتكم الحلو مع ماما. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. نعم، إنه العدد 20. أهلا وسهلا بك أيها العدد 20. مثل ما تعلمنا دائما نرحب بالعدد الجديد. أنا وياكم هلأ رح نسمع الأغنية الحلوة هاي. انهض وتقدم واضرب قدميك برجليك، ستسمع أجمل ما يرضيك. يضرب بحنان والآن بسرعة، ثم نقول أننا لا سنفصح عن رحل هذا اليوم. كل يوم طلاب يقرأون، كل يوم هو 20. نعم، إنه العدد 20، أحسنتم. العدد الجديد هو العدد 20. رائعين. إذن القطار في آخر عربة يحمل العدد 20. رائع. أنا وياكم هلأ حاول يا صغيري تكوين الأعداد بالمعجون أو كتابة الأعداد بالألوان. شوفوا الأشكال الحلوة هاي كلياتها هي أعدادنا اللي تعلمناها. بدي إياكم إذا عندكم معجونة كونوا هاي الأعداد، أو إذا مش موجودة المعجونة ترسموا هاي الأعداد بالألوان وتنادوا ماما وتفرجوها إياها. قديش رح تنبسط ماما إذا كونتوا كل هاي الأعداد الحلوة؟ هيا نتعلم طريقة كتابة العدد 20. أنا وياكم رح نحط قلمنا على النقطة مثل دايما، نرسم خط
رح آخذ القلم وأرسم خط منحني أو قوس، ثم خط مائل للأسفل، ثم خط مستقيم على السطر، ثم دائرة رح ترسموها بشكل أحلى على الورقة مع ماما، كمان مرة خط منحني أو قوس، ثم خط مائل، ثم خط مستقيم، ثم دائرة أحسنتم. أنا وياكم هلأ رح نحل تمرين الحلو هاد. بدي إياكم تعدوا معي كل مجموعة عشان نوصل في العدد الصحيح. أول شي خلينا نستعمل المثال اللي موجود قدامنا ونعد الضفادع اللي موجودة. واحد، عدوا معي، اثنين، أحسنتم، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. نعم، إنه العدد 15. رح نعد مجموعة الأسماك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر. أين هو العدد 11؟ أين هو؟ نعم، إنه 11. رح آخذ قلمي وأوصل مجموعة الأسماك مع العدد 11. رح أعد: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. مين رح يعرف أين هو العدد 14؟ أين هو؟ نعم، أحسنتم، إنه هنا. الآن مجموعة الصدف: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر. نعم، إنه العدد 17. مجموعة السلاحف: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر. أين هو 13؟ نعم، إنه 13. أنا وياكم اليوم تعلمنا كتير أشياء حلوة، حلينا تمارين وأخذنا العدد 20، ورح تكتبوه مع ماما وتكونوا المعجونة مثل ما حكيت لكم. رح أشوفكم المرة الجاية بدرس جديد، بس مع بعض هلأ رح نعد من 1 إلى 100. من 1 إلى 100.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 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 إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر الأرقام الواحد إلى مئة، هذه الأرقام.